حنا كنجيو المهرجان كنساهموا على حساب الجمعيه. كان خاصنا نكسبوا المايم نديروا نفرحوا لهم باش يعطيونا السلاله. السلاله في التلقيح المليح. نبغوا تاعنا يكون عندنا المليح ونجيو تاعنا نشاركوا بهم مع اصحاب الجمعيه نفرحوا لهم. واني كاين السير كاين السير. جل كياكل لما كانش كياكل 75 درهم. في النهار بين فول نخاله شمندر سكالين فصاغ والحليب. حنا كنفرحوا عادي يعجل فيها سيدي 815 كيلو. عدو 18 شهر. وعدي عجل فيه تم عدو عام ونص فيه 814 كيلو. وفروق هو وخوه في عف الرباط هما الماكله وحده 1000 واحد. بحال بحال. ونحنا كنفرحوا للسلاله اللي كانت مليحه. كانت مليح كنجيبوها تاعنا نشوفوا الحباب وكيعجبوهم راه تاعنا كنفرحوا واخا نخسر فيه من جهه الصاير كنخسر فيه كاين الماكله ونبيعوا كاع بخمسه الملايين كتبان خمسه الملايين في البيع ويني في الخروج ما كتبانش على حساب الصاير ان شاء الله ما احنا تابعين الوقت كان تاع العام الجاي ان شاء الله نجيبوا لبقى العمر نجيبوا سلعه اخرى عندنا موجوده زياده عندنا زياده وخلوق كنبغوا السلاله مليح ضروري نحضيت انا ونجي مع الحباب مزيانين ونجيت انا ونفرح ونضحك وهذا هو الربح هذا هو النشاط.